هذه الصورة المعروضة على الشاشة أن يعيدوا النظر. لقد تورطوا بحماية مشاريع القاعدة وهم لا يعلمون، وسهلوا لها وحموها إعلاميا وسياسيا وفي مختلف مرافق الدولة، والآن هم يتحملون التبعات التي يعانيها أبناء القوات المسلحة الذين يصولون ويجولون في مواجهة هؤلاء القتلة والمجرمين. الملكي دعا إلى مواجهة من يريدون تخريب البلد والوقوف إلى جانب الأجهزة الأمنية لمواجهة القتلة والعصابات المدعومة والاعتماد على إنجاح العمليات السياسية. هنا أقول بعد هذا الجهد الكبير وبعد المعاناة وبعد اتضاح الصورة، لم يبقى أمامنا ونحن نعيش أيام السيادة إلا أن نتوحد من أجل أولا مواجهة الذين يريدون أن يخربوا البلد بوحدة وطنية متماسكة، وثانيا الوقوف إلى جنب قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية فيما تقوم به من دور لمواجهة هؤلاء القتلة والعصابات المدعومة، وثالثا الاعتماد على إنجاح العملية السياسية التي يريدون أن يسقطونها، وبسقوط العملية السياسية تتبعثر كل الجهود. وهكذا مجموعة من القضايا التي ينبغي أن تتحقق، وأهم هذه القضايا هو الوحدة الوطنية. كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الشراكة الوطنية ليست شعارات وإنما لابد أن يكون شريكا في الدعم وتحمل المسؤوليات تجاه أي أزمة أو أي قضية. كل المتميزة بالمنطقة إذا ما نهجنا النهج الذي يعطينا القدرة على الاستفادة من كل الظروف التي مررنا بها، وربما من الظروف الحسنة التي نستطيع أن نوظف هو أننا ذقنا مرارة التمييز الطائفي والعنصري، وذقنا مرارة القاعدة والإرهاب، وذقنا مرارة الميليشيات وما تفعله هذه في الوحدة الوطنية. لقد ذقنا وجربنا، وهذه دروس استفدناها، ينبغي أن نوظف هذه الدروس في حياتنا السياسية أولا. وكلامي لكل السياسيين ومؤسساتهم والذين يقولون بالشراكة أن يتحملوا المسؤولية، والشراكة ليست شعارات ترفع دون مسؤوليات وضرائب تدفع. لا شريك إلا من يدفع الثمن، ومن يكون شريكا حقيقيا ومستعدا لدفع الدم دفاعا عن بلده وشرف أهله ووطنه. أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن دعمها لبغداد في معركتها ضد الإرهاب بالأنبار. المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف أشارت إلى أن واشنطن تساعد العراقيين للتعلم من الدروس التي خاضتها سابقا في تعاملها مع تنظيم القاعدة الإرهابية، مضيفة أن اتجاه الولايات المتحدة هو دعم الحكومة في قتالها ضد الإرهابيين، وهو قتال مشترك من أجل مستقبل خالٍ